أنا قلت لك إنه معايا الأمير محمد بن سلمان. ما شاء الله. طيب. ومعايا أخوي أظهر علي. أعطاني فلوس. قاعدين في مخيم كده وأعطاني فلوس. أنا وأخوي. وبعدين. قاعد يعني سوري معانا وقمت سلفت له قلت له يعني الفلوس دي في ناس مساكين بيحتاجوا وكده برضو يا ريت برضو تعطيهم برضو. طيب بنفس الكلام يعني بنفس الكلام. طيب ترى في ناس في المستشفى في ناس برضه محتاج الفلوس برضه يا ريت تديهم. طيب واعطاني الفلوس وانصرف على الناس. جميل. اه انت واخوك في الحلم كنتوا ها؟ اي انا واخوي. انتم مقدمين على شيء للبيت او لنفسكم او طالبين اي حاجه من الجهاز؟ انت موظف او شيء ولا لا؟ انا والله ما في يعني مش موظف. ها تبحث عن وظيفة؟ لا لا. وأخوك لا هذا خلاص الجهاز ما يستخدم. وأخوك يبحث عن وظيفة؟ لا أخوي والله بعيد مني ما أدري عنه إنه يكون داير وظيفة. بس في الحلم أنت وأخوك مع بعض. أي. طيب وكان مين معكم الأمير مين؟ الأمير محمد بن سلمان. المحمد بن سلمان أعطاكم فلوس في الحلم؟ أيوة أعطانا فلوس. طيب أول شيء عطية الحاكم خير. مهما كان العطيه اللي اعطاكم اياها هي خير ما دامت ايش اسمه يعني في شيء ينفعكم في منفعه لكم. الغريب ان اعطاكم الاثنين مع بعض معناتها هي في حاجه تجيكم سبحانه وتعالى يرسلها لكم انت واخوك بنفس الوقت. ما ادري هل في عندكم خطه لمشروع او لو سفر او لعمل عمل مشترك مهما كان الشيء اللي تسوونه فيه. والله راح يتحقق. عندي مشروع بنيان يعني. عندك مشروع انت واخوك ولا بروحك؟ والله بروحي انا بروحي. هل في عندك نية انك تشارك اخوك بعدين او الساعدة؟ هل علاقتكم حسنة انت واخوك؟ والله في الحسنة بنات يعني ما بقطع منك. طيب يا اخي الكريم راح يجيكم خير ان شاء الله او عمل او امر من هذا القبيل وسبحانه وتعالى راح يسل لك رزق لك ولاخوك معك بنفس الوقت ان شاء الله. بشرك مجرد انه حاكم او امير عادل او كريم يعطيك خير او يعطيك رزق او شيء فهذا يدل انه سبحانه وتعالى ييسر لك ولا اخاك لك امرا ينفع به اخاك، ييسر الله سبحانه وتعالى لك امرا ينفع به اخاك والله العليم الحكيم. بارك الله فيك. بشرك الله بالجنة. امين وإياك.